ونرجع لكم مرة ثانية في الحلقة الثانية من سيتي سكاي لاين. آخر مرة سوينا كان مشاكل، ما عندنا عمال طبعا كالعادة، ما عندنا عمال، أسسنا مدينة جديدة. طبعا المدينة القديمة مثل ما قلنا لكم راح تثبت الفورمات، والحين ياسين نبدأ بداية جديدة شوية فرش عن القديمة، ونحاول نوفر مدينة متوازنة من البداية، لكن بيكون صعب شوي لأن مصادر الكهرباء ممكن أبدأ أستعمل هذا أنا الصراحة اللي هو Advanced Wind Turbine. هذا نحطيه في الماي بعيد عن الزحمة وبيوفرنا 20 مليون، بينما هذا يوفرنا 8 مليون، 0 ل 8 مليون. والحلو في المصانع ولا مثل الفحم ولا غيره يوفرون طاقة ثابتة 40 مليون 40 مليون مثلا 40 مليون واط. بس الجماعة احنا انا اول شي باخذ الارض هاي، نبدأ شي جديد الحين اللي هو الموارد. في عندنا غابات وعندنا معادن وعندنا مزارع نقدر نسويها. صح انا قلت سايرين البحر، خلاص يصير بحر، يصير بحر خلاص. اتز سيذن نروح ناخذ اكثر من واحدة، بس مو بناخذ تداد زايد راح يذبحنا، ما منه فايدة. الحين بس موفر عمال حق الجماعة هني، للعمال المتعلمة الفاهمة الممتازة. طبعا نوفر منطقة سكنية جديدة، بنقترب من الغابة شوي شوي اصلا في كل الاحوال. فهاي بتكون المنطقة لنا مرة واحدة للغابات، مرة واحدة للبناء خلاص. والشارع العام هذا راح اوصله بس في مفترقات معينة، مش كل مكان يعني شوارع، ولا بنوصله مثل هالاماكن حق اللي يبي يوتير، ما باهم كلهم يرجعون نفس المكان يوتير، راح ما مش شي اوكي، لان اصلا ما عنده منافذ للشارع وايد. والمنطقة اللي ورا بتكون صناعية، يعني بنمتد لصوب الجسر صناعيا، لان صناعية مثلا بنستورد اغراض، اذا يستوردون اغراض يحتاجون شارع عام، بنوصل شوارع عامة دايركت على الصناعية، بنكبرها من ورا بيكون افضل لنا. يعني هو فن في توفير المساحة وفي نفس الوقت بيسهل علينا التجارة. طبعا طلب كل شيء زايد مش بس صناعة، لانه يزيد ناس مش كلهم مثل بيشتغلون نفس الشغل اللي قاعد يشتغلون الحين. في ناس ما تبغى تشتغل، ناس متعلمة، اذا هو متعلم ما يبغى يشتغل وين؟ يبغى يشتغل، ما يبغى يشتغل في مثلا جراج، يبغى يشتغل في مكان احسن. الجراج الحين ما يناسبه خلاص، تطور. والافضل الحين نحن خاصة الحين بنسوي شيء جديد، بنسوي مزارع ما سويناه قبل. بنسوي مزارع، المزارع راح تجيب شو اسمه، تباع عمالة متعلمة وغير متعلمة، يعني توظف الكل. انا ليش كل مرة انسى المي؟ ليش ما حد يذكرني في المي؟ سؤال، ليش ما حد يذكرني في المي؟ ما تنفوني، تعال دخل لي فلوس شوي، شكرا. نبغى بعد شوي فلوس، عندكم مي؟ اوكي شوي ماي. المفروض تحطون لنا طريق الماي خلاص يكون تحت الشارع، من تبني شارع يكون فيه ماي، فاهم؟ اني اكون مضطر كل مرة امد ماي موضوع ثاني. هني ما بنبني شيء كالعادة، خلاص ها سيستم. بس انا نحن نشرد ياهال الثانوية، بس انا هاي شو هاي سكول، لا بحطي عند دكان خلهم يشردون. انا ما اشجع الهروب، لكن يا اخي اذا يشردوا يشردوا ما يروحون مكان مثلا ابوكي، يا اخي خلهم يصيرون دكان ويردون المدرسة خلاص قريب. يمكن مدرسين يا اخي يمكن يبون يشترون شيء من دكان، ما في دكان قريب. هذا دكان شو؟ جو دونتس، ها مطعم ياباني بعد.
شوف شوف مطاعم دنيا دلعنهم كلهم برا اصلا، ما ظن احد يدرس الحين على الشغله هاي، ما حد يدرس خلاص. يبون بدينا في المقابر، هم متطلبين شوي للمقابر. الشوارع بحاول اخليها فاضيه لانكم في امتداد الصوب الثاني، ما بان تكون ولا ما بنكون متلعوزين على اساس انه ما في مكان. بعدين الحين ما حطيت، الحين ما حطيت، لازم احطي هذا. انزين بغض النظر عن هذا، الحين بنبلش اللي هو المنطقة هاي. هاي شو عندنا هني؟ فورست، غابة. الغابة شو بنسوي بها؟ انا بخبركم، بنمد لها الشارع في نص الغابة في الشوارع الرئيسية مالنا هاي، بنوصلها هني وبنبدأ نحطي شوارع أساسية ثانية صغيرة. لحظة، هذا مش شارع صغير، شارع ضخم. شارع ضخم فعلا، فنبدأ نحط مكان شوي أكبر. خلينا نوصله في الشارع الثاني. خليل ليش مسوي الحركة هاي؟ هذه الحركة لأساس أماشي الغابة، ما حد يقول لي ليش وما ليش. لا تشككون في المدينة إلا المدينة هاي، راح تكون كلها صناعية ترى. بنحطي لهم الحين تحت خدمات، اعرف ناقصهم شوي شغلات، اعرف بنحطي لهم من تحت. الصوب الثاني عادي ما في مشكلة، الشوارع الرئيسية مول تكون شوي مرتاحة زون. هاي الشغلة اللي راح نسويها. طبعا شكل المكان 100% غير عن اللي انتو تعرفونه بيكون، لان هذا راح يكون غابة، ها راح يكون غابة. نعم هاي راح تكون بيصنعون لنا خشب وربعة، اللي يسوون هالغابات يعني ولا التشجير ولا هذا، هاي شغلتهم انتاج الخشب. طبعا المورد ها ما بيكون دائما 100%، المورد ما راح يكون دائما 100%. اعرف اعرف، ماي ماي اوكي، عندي مشكلة أنا مع الماي، لازم أحل مشاكلي مع الماي. بينا جفاف من كثر ما أنسى الماي. هذا الماي ونبى كهرباء، هي أعرف كهرباء وصل هني. 1800 حق الكيبل يا الظالم، 1800 حق الكيبل يا الظالمين. هاي منطقة صناعية، بيخفض عنا شوي من طلبات الصناعية. الحلو فيها ان هاي غير، يعني حتى كشكل مباني غير عن هاي. شوفوا هاي المباني، عندنا مشكلة كهرباء شوي. مثلا هذا شكل المبنى، شوفوا الصناعية كلها خشب وهذا، وما في تلوث نفسه هناك. شوفوا هنا كيف اشكالهم، هذا العاديات، هذا الجنرك يسمونهم. تشوفوا شيء اسمه جنرك، الجنرك هذي لهم. الحين نبى كهرباء، كهرب نحطيه هنا مكان شكله 100% حق كهرباء. صديقي يا صديقي كن صديقي، مدنا شوي كهرباء. شكرا شكرا على الكهرباء. الحين نبى بيوت زيادة، هني بنبدأ خدمات زيادة مع البيوت الزايدة. انا اظني خلاص خدمات اللي هناك وصلت حدها، تشل الناس اللي هناك. بس الخدمات ترى تنقص، يعني مركز الشرطة يسد عدد معين من الناس او لخدمات الناس ولا مجرمين. يوم تكبر المدينة وايد مركز الشرطة ما يستوعب كل الناس اللي هناك، حتى لو الحين مثلا مركز الشرطة اخضر بعدين يمكن ما يكون اخضر ولا ما يغطي المنطقة كامل، لأن كثافة الناس تزيد. مش بس
هذه بيوت. لحظة ابو هذا، ان كثافة الناس تزيد. كثافة الناس تزيد تحتاج تحطي خدمات شوي زيادة، مثلا للحين والله يغطي هني هذا مركز مطافي، ما يغطي الشرطة، ما يغطي، بنحطي هاي مش لازم 100% تعليم، لان انا بحق هني وبحق المنطقة هاي شوفوا نحتاج وايد ناس غير متعلمة، ما تحتاج تعليم ثانوية مثلا، محتاج مش الوظائف هاي ما تتطلب ناس تعليم عالي. هاي الحين بسوي لكم انا مالكم، الحين اسين حط بيوت وموزع اراضي، الناس بتسكن بتيكم، لا تصيح علي بس. يصيحون على طول اي شيء ناقصهم يصيحون، ما يسكتون. هذه منطقة زيادة كاهل ماي، اكيد اكيد ما عندي ماي، من متى اعطي حد ماي؟ كله ما عندهم ماي. ما بعد بنحط تكرير، التكرير بيحل المشكلة هاي. سيوي ستريت متى ما توصل هذا توصل، اوكي ممتاز، مش على طول 100% ولا شوي بالا. ادري كنا ما نبى تلوث، لكن تلوث يباكم، احتياجاتكم وايد، الاحتياجات الزايدة تحتاج ناس زايدة. ناخذ قرض نسرع الموضوع شوي، تك 20,000 اوكي. نبي نحط مواصلات، ما علي بنحط محطة الباصات، دام عندكم كهرباء اوكي، عساس الناس توصل تبى تشتغل، خلي الناس توصل. ما مش خليهم يمشون شوي، ما عليه يستانسون شوي يمشون، الجو حلو اصلا، جو لندني، جو تمشي، لا تزعلون. خلنا نسكر الخط، سكرنا اوكي هني، وقف اللي بيروح هناك، ودي المدينة الثانية عند الباص الثاني وين يوقف، وخذ الباصات الثانية لفة هني. محلال البقعة هاي ما عندها معمل، انا محلاها يا ابو العيد فيهم انا. تعال تعال خل نحط لهم خدمات قبل لا يشردون عنا العالم. ما نقدر نعلم كل حد، مش ما نقدر ما نبه، خلنا ما نعلم كل حد، ولا منو بيداوم في الوظائف العادية. ادري شوية تحس الجملة غلط، لكن هيك تمشي الامور بالطريقة هاي هني في اللعبة يعني، فلازم نمشيها شوي. حطي لهم شي حديقة كبيرة شوي، كم فرج الهاي 150 150، كده 150 225، طبعا ما يشتي مكانتش لان انا باش ما يشتي مكانتش، 150 105 150 150. هذا زي شكله اوكي، تقعد جنب هذا، ايوه 100 100. اذا يستوي تبطل دكان عندهم بعد زين، اتمنى ان الدكان يضبط يعني، يمكن يطلع يمكن ما يطلع، يطلع الدكان والله طلع الدكان شكله، استوى ارض ايوه، يجون الحديقة مرة واحدة يتشرون، ممتاز جدا. اوكي في ناس اباندنت، والله اسيب لكم عمال الصراحة، اسيب ناس بس ابني بيوت احطي، جالسين نتعب يعني، مش انه ساكتين على احتياجاتكم، احنا مش ساكتين، بس نحاول الافضل لكم دائما، فانكم مدخل المال، خلوا علينا فلوس يعني، لازم ندلعهم.
شوف احنا مشكلة كهرباء ما عندنا، بس ما بيكون عندي الحين. تعال دام انك في نص البحر في امطار بعد ما في عمالة. فوركس ذا بيلدينج كان بيكام اباندن نثينج زون مور ريزنتل تو اتراكت وركرز، عشان احنا عارفينه. شوف في زحمة حلت لنا والله وايد مشاكل الخط هاي، وايد مشاكل حلت لنا الخط هاي وايد. education تعليم ما بعلمكم انتوا هنا حق، شو اعلم فيكم؟ شو تبون تتعلمون يعني؟ اعلم فيهم اصلا ما بيتعلمون كلهم، حتى لو في ناس ما قاعد تتعلم في الوسط فعادي يعني. شرطة دم في الانتفل، نوصل ماي. تعليم شرطة كله متوفر. اوكي انا كنت ابى اكبر المنطقة هاي بس ما عندي سكان، فهذا بيستوي شارع رئيسي يوما ما. هذا بعد في احتمال يستوي شارع رئيسي يعني، فبخليه على جنب اساس اعرف انه بيكون شارع رئيسي. هذه منطقة بيوت ثانية، انا بس لازم نسدها من العمال. منطقة زراعية مالنا لازم تكفيها من عمال. زعلانين الشباب هنا ليش انه قاعدين نشل منهم بيوت. ما اكبر مساحة اراضيكم الحين، انا اعطيكم اراضي ثانية. امسك امسك هذا عندك، خلنا نسوي دكاكين عندهم، نعزل شوية المدينة عن الدكاكين. الحين الحل الثاني، الحل الثاني مش الحل الثاني، هو المفروض انه بعد يستوي، اللي هو اول شيء مد لهم ماي. طبعا هذا الحل الاساسي، احس انه بتكتبوا لي في الكومنت مد الماي. زين بمد لهم ماي، لا تزعلوا انت بس. طبعا ما له داعي هذا الحين خلاص، بما انه صار كهرباء انا ما اخذ من مساحة بنا، انا مش محتاج انه ياخذها الصراحة. انا اولى في المساحة هاي، ما تسكن تبني بيوت مثل عالم الناس. تي تلمع تلي كيبل في وسط البيت، اعرف انه في مبنى جديد، لكن الحين لازم الناس تتطور. انا اشوف ناس قاعد تتطور الصراحة، انا هاي صار ها develop available، لازم اوفر لهم خدمات كافية اكثر يعني. هذا وهذا شيء حديقة صغنون وشي في الزاوية ما يستوي. هذا ملعب، ملعب كبير مو صغير، ضخم. اوه هذا ضخم، هذا مش ما منطقة صغيرة صراحة. هذا يكون مكان أفضل، نرفع قيمة الأرض شوي عندهم. أباهم يتطورون، من يتطورون الناس أكثر تسكن، وحاليا محتاجين ناس أكثر تسكن. هاي اللي بعد محتاجين يتطورون، محتاج. زعلان ولا مستانس؟ not enough educated workers. والله يا صديقي بنحط ثانوية، بنحط ثانوية. هذا بيسكر على الدرب، هذا ما بيسكر على الدرب. حطي لكم ثانوية عامة، ناس متعلمة أكثر بتي عندهم. هنا أنا أول هاي ثاني مدينة عندنا، اللي هي كان هدفها في الأساس ها هني، بس مو عندنا ناس، فبسوي مدينة سكنية تانية هني.
بمد من الشوارع هاي بنسوي مدينة سكنية ثانية. بس أول شيء الحين حتى لأنهم زعلانين بعدين بينهم عمال بيرضون ماله بيرضون شوي. بس أنا بسوي أول شيء بوسع هني بعدين بنغير شوارع في المناطق السكنية شيء نحط لهم شير على أساس إنه يسكنون أكثر، نحط لهم شيار نحط لهم هالسوالف يستانسون يبسطون يعني يتطورون شوي يعيشون حياتهم مش غلط يعني. خلي عالم سعيد يا أخي، عالم سعيد جدا يكون لازم. وهذا يعني البيبي بنوم عليكم روم عيل في ولا ما في موظفين. انزين الحين شو بسوي؟ هالمنطقة لازم يتطورون، ما تطوروا بالطريقة العادية. اقول شوارع بوشير ممكن تستانسون، لكم شير في الشوارع. شو بعد؟ شجر شجر شجر. هذا الشير اللي يخليهم الحين مرة بيبسطون على الآخر مرة. خلى صناعية بعد يستانسون، صناعية بعد يبالها شير. هاي الشارع كبير بس صغر أنا والله. ما والله الشير يابس هني، شير أصفر هني شير أخضر. ما استانسوا على شيء ولا همهم، ذبحوا الشير كله الله يخسهم. شرع ما عليكم، شرع علي انا حطي لكم شير والله، حطي لكم شير بعد تذبحونه. ما عندنا عمال وسوينا انا اي بنسميها تطوير المنطقة، ما اعرف شجرية اي شيء، الغابات تطوير منطقة الغابات. ايوه بحتحال الحلقة الجاية ان شاء الله وكل شغلات جديدة. لو بعدين من البداية بنسوي شغلات مختلفة، هنغير روتين الأولي لنوصل نفس مستوى الأولي وأفضل. نشوفكم في الحلقة الجاية.